سلام عزيزي ديالي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون عمركم على خير او بخير. مرحبا بكم معنا في لا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنمشيو، غيكون نهار ديال اليش بليش، وغنمشيو نتقداو وغنشوفو ان شاء الله لي مارك اللي كاينين هنايا في تركيا اشنو الجديد اللي كاين فيهم. فخليكم معنا وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. باي باي.난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러니. المهم لازلات ديالي، بالنسبه اليوم غنجيبكم الماركه العالميه اللي سميتها اف كور، كيكون فيه جميع ديال الماركات العالميه، مثلا بحال كراجهوم، بحال مدام كوكو. مهم اللي ماركات اللي مشهورين عالميا والكاليتي ديالهم شي حاجه زوينه. كيف ما غادي تشوفوا معايا، الثمن اللي كيكون شويه غالي ولكن شي حاجه اللي غادي تدي لكم وغضرب لكم اعوام واعوام. عوض اننا نخسروا الفلوس ديالنا في شي حاجه هكا خلوها سليكه بنت عليك وغادي نستعملوها نهار من بعد غد غادي تولي تخبش لينا وغادي تخسر. فلو ما نجمعوا فليساتنا درهم على درهم، خلوها نقيطه نقيطه يحمل الواد، ونجمعوا الفليسات ديالنا وديك الساعه نمشيو ناخذوا شي حاجه كاليتي اللي غادي تضرب لينا اعوام. هذه هي المنطق باش كيخدم العقل ديالي. انا كنبغي ناخذ حاجه كاليتي واخا كنخسر فيها الفلوس بزاف، ولكن حدي جا انني جربت المعاناه ديالي مع الحاجه اللي كناخذها رخيصه كدوز غير ايام او شهور او ما لحقاش حتى العام صافي وخاصني نلوحها في لا بوبال. فداكشي علاش واحد يخلي الدم الدماغ ديالو وياخذ شي حاجه اللي غادي لي المدى البعيد ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات فيها كسرونات، فيها كذلك المقلات، وهاد الطناجر الرائعين ديال الجرانيت الحقيقي الثمن ديالو كيف ما كتشوفوا معايا ما عرفتش كيبان لكم ولا ما كيبانش. كانت الاضاءه بزاف مع الاسف، شويه عكست على الكاميرا وما خلاش الاثمنه تبان، ولكن غنحاول ندير لكم. المهم شوفوا معايا، ولكن جرانيت حقيقي اللي ما كيبقاش ما كيتقشرش وكذلك ما كيلصقش. والجرانيت فاش زوين انه بالنسبه للاخوه اللي كيديروا الريجيم، يعني يقدروا يديروا غير مقله ديال الزيت ديال زيت العود او معلقه صغيره ديال الزبده وما غاديش طيب وما غاديش تحرق ليهم الطناجر ديالهم، وكذلك يجي المذاق ديال الماكله في الطنجره ديال الجرانيت بنين وصحيه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنايا فين كيجهزوا العريسات ديالهم في تركيا. بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا مقبلين على الزواج كيجيو هنايا وكياخذوا داكشي مجموع بعضياتهم وكيعطيوهم بحال هكا هديه، مثلا شوفوا على حساب داك النهار واش دايرين فيه. كيف ما كتشوفوا معايا دي لي مارك ديال كراجا مجموع هنايا، ونصوب كيكون في ما بين مولينيكس وكذلك ما بين داك الترموس اللي كيديروا فيه الضو كيديروا فيه اتاي كذلك ديال القهوه. المهم فيه جميع الاشياء اللي كتحتاجوها، كياخذوا بحال هكا العريسات عندهم كياخذوا فوم كياخذوا طقم اللي كيكون هكا كامل بالطناجر ديالو بهذا بكل شيء ليه، فيعني بالبانيني ديالو بالقهوه ديالو بكل شيء ليه هكا كيبقى عندهم اونسومبل، وكذلك يعطي ديكور زوين، يعني كيكون عندهم واحد التناسق في الالوان وكذلك يطلع عليهم في البخي زوين. كيف ما كتشوفوا معايا داك الطقم البنات اللي دزت عليه راه كان 5900 ليره، يعني تقريبا اللي كيسوى 60000 ريال مغربيه، ولكن شي حاجه البنات كيف ما قلت لكم الكاليتي ديالو وغزاله غزاله غزاله. الا غمرتو وخديتو عرفتو وما خديتو فيها كلشي البنات، فيها الاشياء ديال لي ديكورات كيف ما كتشوفوا معايا نار كيحمقني هادشي كيحمقوني. انا بعدا ما كندخل هنايا راني كنسى راسي كنسى بعدا كنولي في عالم اخر، فنغزوني نغزوني يقول لي انا جات تبارك عليك خرجي من هنايا. المهم اليوم جيت غير باش ندير دويره ان شاء الله، ومازال ان شاء الله خاصني حتى انايا نتقدى شي حويج من هنايا. فكنفكر في الحقيقه نجدد الاواني وما عندي ديالي بحال شي عريسه جديده في الحقيقه. الاتراك قولبوني انايا عدوسي ما خدات لي حتى شي حاجه فاش تزوج، يعني بقيت راسي كل مره كناخذ لي حاجه حاجه. بالنسبه ليهم هما يعني قبل ما كيتزوجوا الام العريس وام العروسه كيجهزوا الابناء ديالهم بكل شيء ليهم، يعني كياخذوا لهم هاد الاطقام كامله. نالي البنات شوفوا هذا المهم هذا
طقم اللي كامل بالطنجره ديالو بالكوكوط وكذلك البراد اللي كيكون ديال الاتراك كتشوفوه في الافلام ديالهم اكيد كيديروا براد على براد اللي تحت كيكون فيه الماء والفوق كيديروا اتاي يعني ديك اتاي ديالهم كيطيب على البخار كيجي بنين. الكوكوط عندهم البنات رائعه وهادو البنات اينوكس يعني حك ورجع ما كيتقشر ما كيتجرح ما والو ماركه غزاله ديالهم كيتباع طقم كامل تقريبا على ما كنشوف شنو كاتبين فيه بحال هكاك تقريبا واش 40,000 او 50,000 المهم ما عقلش على البخي ديالو اكيد تقدروا تبركوا على الفيديو وتزوميوه باش يبان لكم نيت الاثمنه ديالو يعني تاخذوا غير طقم هكا صافي غيديكم العمر كامل اكيد اللي عرفتوه كيفاش تستعملوه الاواني المده ديال الصلاحيه ديالها على كل واحد وكيفاش الطريقه كيفاش كيتعامل معاهم هادو ما كيبغوش انكم ديروا عليهم واحد العافيه المجهده حتى الا جهدتوا عليهم البوطه راه كيخسروا ليكم كيتحرقوا كيولي فيهم واحد يعني كيحيد داك الجده ديالهم ما كتبقاش ولكن الا عرفتوا كيفاش تعاملوا معاهم على بوطه مهيله فراه كيديو لكم يعني سنين ومنين شوفوا البنات هذا مثلا طقم كامل بكدا كدا 50,000 ريال مغربيه ولكن الا خديتي يعني راه عرفتي ما خديتي داكشي واعر البنات المهم عندهم داكشي غزال واكيد غادي تشوفوا معايا حتى المهم الكيسان وكذلك عندهم كوكوطات عندهم طنجريات مقيلات عندهم الاطباق الغزاله ديالهم كنعرفوا بان تركيا يعني شهيره بالاواني وكذلك الحويج بالنسبه للجزء كيكون ان شاء الله في هكا على المطبخ والاواني والجزء الثاني ان شاء الله غندير لكم على الملابس التركيه واحد الفيديو يكون قصير هكا ديال الدراري الصغار عندهم داكشي رائع في الحقيقه الا جيتوا تقارنوا الثمن ما بين المغرب وتركيا في الحويج او في الاواني ديالهم صراحه حيت الفلوس المغربيه اللي جبتوها لتركيا كتسوى عندها ثمن حيت حاليا الليره التركيه طاحت وفقدات القيمه ديالها فهذاك الشيء علاش يعني مقارنه مع المغرب الاواني او الحويج فتركيا رخيصه رخيصه بزاف يعني بالثمن كيلو ديال البطاطا اكيد ماشي بثمن كيلو بطاطا وانما مثلا يعني حاولت نقرب لكم الثمن اللي هو رخيص بزاف اطباق اللي بنشوف هذوك ديال الكيك او ديروا فيها مهم اي حاجه تقدموا فيها الحلويات ديالكم بنتي هذيك الكيكه راه كتصحابها ديال بصح قالت لي ماما قلت لي نعم قلت لي دابا ماشي ديال بصح راه غير ديال بالعاني قلت لي واش كليتيها ذاقت المذاق ديالها وعرفتها ماشي ديال بصح شوفوا البنات هادو سيرفيس مثلا ديال الضيوف ملي يجيو عندكم تاخذوا طقم بحال هكايا وماشي ضروري باش انه يكون عندكم الضيوف تحطوا الاشياء الزوينه عندكم بالعكس حاولوا تستمتعوا نتوما بالاشياء اللي كتاخذوا ما تبقاوش تاخذوا الاشياء اللي زوينه وتخليوها للضيفان وانتوما تستعملوا غير الاشياء القديمه لا نفسي ثم نفسي نفوسكم هما الاولين تكونوا نتوما ثم تاكلوا في واحد الطبيسي اللي زوين انت واش انت احسن من داك الضيف او ديك الضيفه اللي غيجيو عندك اكيد لا فداك الشيء علاش حاولوا نتوما اي حاجه كتخليوها لضيوفكم لا تستمتعوا بها هذا هو الراي وكل واحد الراي ديالو يعني بالنسبه للاخوات اللي كيخليوا الضيوف ديالهم اكيد راهم كنحاقرين نفوسهم فخاصكم ما تحقروش نفوسكم انتم ديما سيدات انيقات جميلات ذواقات فحاولوا تستمتعوا بالاشياء اللي كتاخذوا نتوما هما الاولين انا ديال البنات غادي تشوفوا معايا اكيد عندهم واحد سوبرغا اللي هما ولاو هذا سوبرغا سبيراتور ديال الضوء كتهبطي الابليكاسيون ديالها من التليفون كتقولي لها مثلا انت كتخرجي وانت كتبقاي هكا كتامري فيها مثلا بغيتي تشطب لك الصاله كتحقيها كتمشي الصاله بوحدها وكتشطبها وكتسيق تصوروا معايا البنات كيدور كيشطب وكيصيق عند جارتنا الله كيخداتو فمشيت وشفتها عندها يعني جاتني في شكل صراحة يعني تفاجأت شي حاجة اللي كتر من الخيال انكم يعني الحمد لله كل شي حاليا يعني الاشياء ديال الالكترونيك والتكنولوجيا تقدمات يعني باستطاعة الانسان الجيل حاليا انه يستمتع بالوقت ديالو كنعرفوا بان الوقت ولا كيطير فتاخذوا كاع الاشياء اللي غتسهل عليكم العمل
مثلا انت غتكوني تغسلي الماعن، علاش ما تاخديش واحد لا ماشين ديال الماعن وديري فيها المعنات ديالك؟ وهكذا انت غتخصي واحد الوقت لنفسك ديالك، انك تهتمي بنفسك، او انك تجلسي مع الزوج ديالك، او انك تجلسي مع وليداتك، او انك ديري الزياره العائليه. بالنسبه ليا انا اي حاجه كتختصر عليك الوقت واخا تخسري فيها الفلوس ماشي مشكل، حيت صحتك هي الاولى حبيبتي، والوقت راه الوقت الانسان من الذهب. مادام هاد الاشياء كتختصر علينا الوقت فما فيها باس اني نحط فيها واحد الثمن. تقريبا راه ماشي غالينا البنات، 50000 ريال مغربيه غتجيبي واحد السيده عندك الدار، غادي تشطب ليك، غادي تسيق ليك، غترجع لك الدار نقيه، ما عليك انتيا غير تجمعي وتطرفي، والشطاب كتخليه ليها، كتدخل حتى تحت من السدادر. اكيد اللي كان عندكم لي سباس كيف ما كنعرفوا الكنبات التركيه كيكون واحد لي سباس، يعني كتقدر تدخل كتلقى فيه نيتوايي، من كتشطب هي الاولى، ومن بعد كتبدا تمسح يعني في هذاك الموب اللي كتمسح بها الارض. يعني راه بحال انت مسحتي فعلا شي حاجه لي توب ستا. انا من بعد ما تيقت فاش شفت هاد السيده فقلت سبحان الله، وحلفت حتى ناخذها ان شاء الله. ان شاء الله البنات ضروري مستحيل، واخا نعرف نجمع درهم على درهم وناخذها، حيت غادي تسهل عليا بزاف الماموريه. تصوروا تكون عندكم غرض انكم تقضيو على برا، تجيو تلقاو الدار ديالكم تشطبات تنقات، شي حاجه اللي زوينه فعلا. هاد السليلات البنات في الحقيقه حمقوني، هكا كيديروا فيهم مثلا، تقدروا تديهم في الصاله عندكم، تحطوا فيه مثلا شي بطانيه اللي من اللي كيكون البرد هكا كتبغيو تستعملوهم، او ديريها في البانيو، ديريها فيها منظمات فايطات كذلك هكا رويحات سي صابونيات. مهم كيف ما كتشوفوا معايا عندهم هذاك الشيء زوين، وعندهم غزال كاليتي، وحتى الثمن ديالو راه ماشي ثمن في الحقيقه اللي غالي بزاف، يعني بالنسبه للاتراك يعني غيجيهم شويه غالي، اما بالنسبه لواحد يكون في المغرب في الحقيقه فكنصحكم من تجيو يعني شريو هادشي ديال الاواني، حيت عندهم رخاص بزاف، يعني نتوما جايبين معكم الاورو ما غاديش يجيكم غالي هذاك الشيء. ما شاء الله، شوفوا البنات هادي زوينه في الحقيقه، ولكن دابا فاش خرجوا هاد اسبيراتور اللي هي كتشطب وكتمسح الراسه، فهادو اكيد غادي يدي موضه وما غاديش يبقاو موضه. هادو كيديروا بالضو وكيكونوا بسون كابلون، كيتشارجوا وكتقدروا انكم تشطبوا بهم، ولكن اكيد ما غاديش يبان قدام هادو. حنا جايين لدابا لهاد البنات البلاصه، ها هما هما هادو البنات، هما هادو، هادي اسبيراتور الكترونيه كتشطب الراسه وكتمسح الراسه البنات. كيف ما غادي تشوفوا معايا الثمن، يعني كاين وحده اللي كدير 40000 ريال، كاينه ديال 30000 ريال، ولكن خديتو مخيره، زدتو شويه ديال الثمن وخديتو شي وحده كاليتي زوينه اللي ما غاديش تخسر ليكم تقريبا واحد 50000 ريال مغربيه. ولكن البنات راكم عرفتوا مدي، تسمحوا لي البنات، البنات كنقول لكم كثرت عليكم بها، ولكن اللي فيه شي قاعده ما كيحيدهاش فغيمو البنات. حتى واخا نضل، المهم اكيد طولت عليكم الفيديو، بقيت كنشكر نشكر في هذه، تقول بحال دايره لا الاشهار، ما دايره لا اشهار لا والو البنات، ولكن بغيت شي حاجه اللي في المصلحه ديالكم اللي غتفيدوا تفيدكم واعره البنات، واعره شي حاجه للطوب. فنخليكم مع البقيه ديال الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وشكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على اللايكات ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتدل على الشخصيه ديالكم وكتدل على حسن النيه والطيبوبه اللي فيكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم، وراكم ديما في القلب الغزلات ديالي، والى اللقاء.